All I got is so bad, man. Broke my broken will and I can't go again. Now هلا والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين بخير مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زلها. طبعا في هذا المقطع راح نستكمل سلسلة من داخل المخيم، وفي مقطعنا لليوم راح نشوف لقطات سرية جدا لبعض أفراد العصابة، هم يعتقدون ويتأكدون فيما بينهم إنه جون مورستين وآرثر مورغان هم الخونة للعصابة، وإنهم هم العملاء لدى البينكرتين، وإنه جون وآرثر هم السبب الرئيسي في تفكك العصابة من البداية إلى النهاية. فيلا نخش في المقطع. طيب، زي ما يقول المثل، خلف كل رجل عظيم امرأة عظيمة. في Red Dead Redemption خلف كل مشكلة عظيمة مايكا بيل. مايكا لما بدأ شغله في تفكيك العصابة والعمل مع البينكرتنز، أول شخص مايكا بيل غسل مخه وهكره بالكامل هو خافيير إسكويلا. ومن داخل المخيم صارت بينهم لقطة سرية جدا، وكانوا يتكلمون بشكل سري فيما بينهم البعض. تعالوا نشوف سويا. Can I talk to you a minute? Of course, partner. Arthur, this is a private conversation. It's a pleasure. زي ما شفتوا، تحس انه في اتفاقية وانه في شيء كبير جدا مخبى بين الاثنين، وتحس انهم فعلا متفقين على شيء معين. طبعا مايكا بيل خلى العصابة تنقسم الى طرفين، الطرف الاول طرف السيئين والطرف الثاني طرف الطيبين. طبعا طرف السيئين كلهم غسل مخهم مايكا بيل. اهم طرف السيئين هم دوتش وخافيير إسكويلا وبيل ويليامسون، بينما الطيبين تقريبا كانوا جون مورستين وآرثر مورغان وتشارلز سميث. المهم، مايكا بيل استمر في غسل مخ بيل ويليامسون وخافيير إسكويلا لحد ما خلاهم خلاص يعني يتفقون معاه في كل شيء. خافيير إسكويلا راحوا تهجم على تشارلز سميث على أساس إنه غير مخلص للعصابة. تعالوا نشوف سويا. I don't have a problem. You have a problem? I don't know yet. But use your brain, friend. Use your brain. I'll use my brain, and you use yours. Oh, you want to die? Not particularly. You're making a dumb choice, man. I made no choices. He's changed. Should have let him die and warm him, little sack of shit. Seems he's picked his side. Are there sides now? Seems that way. All right, well, I should be getting on. Yeah. What was that all about? You're just as bad. What happened to loyalty? Yeah. What did?
زي ما شفتوا خفير اختلف تماما بعد الحوار السري اللي دار مع مايكا، وقاعد يتهم تشارلز انه غير مخلص وانه خاين وزي كذا، بل انه لما مشى من عند تشارلز سميث تفل عليه زي ما شفنا. وراء كل مشكلة عظيمة مايكا حنش. طيب مايكا بيل لم يكتفي فقط بخفير سكويلا، بل انه ايضا هكر وغسل مخ بيل ويليامسون وخلاه يتهجم على الكل، تهجم على ارثر مورغان وجون مورستن وتشارلز سميث. تعالوا نشوف سويا. Making trouble for those who deserve it always seemed reason enough for Tough Dutch. Tough times, Mr. Morgan. Problem is, I ain't sure he cares who he's fighting no more. Can't kill everyone. So, now what are the pair of you scheming about now, huh? You goddamn traitors. You? You were nothing but a street rat when he found you. He believed in you when no other son of a bitch would. And him, you ain't been nothing but a bad apple from the start. You ain't even been with us a full year and you think you know better. And you, well, you're the lowest of the lot. Ungrateful sons of bitches. All of you. You'll get what's coming to you. He's too dumb to see it for how it is. He's loyal. I'll give him that. Loyal and stupid. What the hell was that about? Bill, being too dumb to see the woods for the trees? He's just taking it hard, I think. Okay, well, let's talk more later. Be strong. You just follow like a blind dog, don't you? Don't you test me, Morgan. Think for yourself for once. What's your problem? You ain't a child. I won't tell you again. This situation here is far too complicated for your tiny mind. زي ما شفتوا اتهمهم بالخونة وتهجم عليهم كلهم من آرثر مورغان إلى تشارلز سميث، بل إنه بيل ويليامسون من كثر ما هو مغسول عقله ويمشي على عماها، بيل ويليامسون ضرب آرثر مورغان ودفه زي ما شفنا سويا. يعني بيل ويليامسون وصل مرحلة جدا جدا متقدمة في الولاء لدوتش و مايكا بيل. طيب ايضا من داخل المخيم في حوار سري جدا صار بين خافيير سكويلا وبيل ويليامسون. تعالوا نشوف سويا. Who do you think the rat is? What do you mean? Somebody's talking. I can feel it. Who do you think it is? I got no idea. You? No, it's not me. I'm loyal and you know it. I don't know. I think maybe Marston. You think so? Well, it's the only thing that makes sense. Well, that don't make much sense either. You still got your head up your ass, Morgan? Probably. Because all I'm hearing is shit. Real funny. Oh. Hey. Marston ain't a rat. How many years you known him? Why did they take so long to hang him? What has happened to you? Marston ain't the rat, you fool. Maybe it's you. Maybe it's both of you. You're one dumb bastard sometimes.
طبعا في هذه اللقطة نوعا ما خفير سكويلا كان متردد حيال جون مورستين انه خاين للعصابة، لكن لما آرثر مورغان سأله انه ترى جون مورستين ليس الخائن، خفير سكويلا قال ليش اخذوا وقت طويل جدا وما شنقوه. صراحة وجهة نظره جدا جدا قوية. بعدها آرثر مورغان راح لبيل ويليامسون وقال له انه ترى جون مورستين ليس الخائن. بيل على طول تهجم على آرثر مورغان وقال له أجل أنت الخائن للعصابة، يعني بيل ويليامسون عقله مهكر بالكامل، ما يشوف إلا جون وآرثر إنهم خونة. طبعا بعد هذه اللقطة خافير سكويلا راح وتحدث مع جون مورستين ودار حوار ساخن جدا بين الاثنين. تعالوا نشوف سويا. Why are you acting like this? I thought we had to stick together. Oh, I am. We are. Loyalty. It's you. Me. You saved me once. More than once. I've saved you. And now... I'm sticking to my family. These people ain't your family. Who are they? Oh, you know what? You're an arrogant son of a bitch, John. No. I won't let my child die because of Dutch. I can't. I love Dutch. But this is getting crazy. You know it. Get your head straight, John. All right. صراحة وجهة نظر الاثنين قوية. جون مورستين ما يبغى يخسر عائلته عشان داتش اللي في الفترة الأخيرة يعني ما يهتم إلا بنفسه، ليش أنا أخسر عائلتي لشخص ما يهتم بيني وبعائلتي؟ بينما خافير سكويلا من وجهة نظره هو أنه راح يستمر في الولاء لداتش، لأنه داتش هو السبب الرئيسي في انتشاله من الحضيض، وأنه داتش السبب الرئيسي لما هو عليه خافير سكويلا الآن. صراحة الموضوع معقد وكل شخص عنده وجهة نظر قوية. طبعا خافير سكويلا نوعا ما عاقل وعارف إيش يقول مع أدلته، يعني عنده أدلة وعنده أشياء تقنعك، بينما بيل ويليامسون اللي فعلا تحس كلامه كلام فاضي وقاعد يمشي على عماها. طيب يا لهبيين، شاركونا آراءكم في خانة التعليقات. هل تحسون فعلا إنه جون مورستين وآرثر مورغان خائنين للعصابة بسبب ما سووه من أفعال تخالف داتش وغيرها؟ هل تشوفونهم خائنين أو لا؟ أم إنه خافير سكويلا وبيل ويليامسون يعني تهكر دماغهم بالكامل؟ طيب كده وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم.